السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، نقدم لكم اليوم أفضل 5 أدوات للحاسوب عليك شراءها. رايكون الماوس من أهم أجزاء الحاسوب، مع العلم أننا نستهلك هذه القطعة بسرعة جدا. ناهيك عن الأساك والتوصيلات، كلها أمور معقدة. إليكم رايكون ماوس على غير توقعات أي منا، قطعة إلكترونية تنحني لتصبح ماوس، تتصل بجهازي عن طريق البلوتوث، يمكن شحنها بالطريقة العادية مثل الهاتف، يدوم الشحن لأكثر من 30 يوم. روست مثبت للحاسوب. نعاني بعد فترة من العمل على وضعية واحدة من ألم في الرقبة أو الظهر. صممت هذه الدعامات البلاستيكية ليتخذ الحاسوب الشخصي بها أي وضع تشاء، لأنه يمكن التحكم بها إلى حد بعيد. AirTame. هذا الجهاز الصغير يعمل على نقل أي محتوى مرئي من الحاسوب إلى أي شاشة بجودة عالية وبصوت نقي. لا حاجة إلى الكابلات بعد استخدامك لAirTime. أيما كنت تشاهده، يمكنك أن تشاركه مع العائلة على التلفاز، أو حتى يمكن استخدامه في عرض المحتوى التعليمي على طلاب الجامعات.
هوب بلاس. جميعنا نعلم أن أجهزة أبل لا تتمتع بوصلات USB كافية. هذا الجهاز الصغير يحل مشاكل أجهزة أبل المحمولة، يوصل مباشرة بجهازي ويمكن أن توصل به إلى 6 أجهزة أخرى، ويعمل كمخزن للطاقة في حالة نفاذ بطارية الهاتف. أودن. احتفظنا به للنهاية لأنه الأروع على الإطلاق وسوف يعجبكم. أودن هو أفضل وأسرع وأغرب ماوس الحاسوب في العالم. مربع صغير يرسم لوحة على سطح مكتبك مستخدما أشعة الليزر. بمجرد أن تتفاعل مع الرسم يبدأ المؤشر في التحرك دون أن تلمس أي شيء عدا سطح مكتبك. هذا كل شيء مشاهدينا الأعزاء، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا. دمتم بخير.